الكل متوفر. الكل متوفر؟ نعم أين الكل المشكلة؟ متوفر كما كان متوفرا مع القضية الفلسطينية. أين المشكلة؟ تنقص الإرادة الدولية. الإرادة الدولية تنقص تفعيل هذه الآليات المؤسسة هنا. نظام روما واضح ودور المدعي العام واضح، لكن هل للمدعي العام قراره بيده؟ نحن عندما نقيد المدعي العام بيد من مباشرة يعني دكتور؟ نظام روما يتحدث عن ثلاث مؤسسات، عن ثلاث شروط. يتحدث في إطار الفصل الثاني عشر، يتحدث الفصل الرابع عشر، فهو يتحدث يا إما أنه الدولة موقعة على نظام روما، هي التي تقدم، التي تقدم الدولة مباشرة. الدولة نعم. دولة بعينها. نعم إذا كانت الدولة موقعة، هما ثلاث شروط، سواء نعم. الدولة موقعة والحال ليس كذلك مع مصر وهي نعم. بلد غير موقع نظام روما، أو عبر مجلس الأمن، أو عبر مجلس الأمن حالة السودان، نموذج السودان. نعم. عبر مجلس الأمن تحريك المتابعة، أو عبر تشكيل قناعة المدعي العام. من سيشكل قناعة المدعي العام؟ المؤسسات الحقوقية. لكن دائما نصادف بفيتوات، باعتراضات، لوبيهات تعترض. نعم. في المحافل كما اعترضت على دعوة 2014 فيما يخص فلسطين التي سحبت. دعوة تدخل، شكاية تدخل وتسحب. نعم. سحبت. نعم. من رف المدعي.